نتحدث عن مسألة إنتاج الحبوب والتي تعرف تذبذب خلال السنوات الماضية. هذه السنة قالت وزارة الفلاحة بأنها شبيهة بسنة 2015-2016 حتى من حيث صور الأقمار الصناعية الملتقطة. اليوم كيف يتداعى ذلك على لنقول القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بشكل عام؟ نعم، كما قلت هو مسألة ديال الحبوب مسألة أمن غذائي. الحبوب كانت كتشكل نسبة كبيرة ديال المحصول الزراعي، المحصول يعني الفلاحي في المغرب، وهذه النسبة بقات كتقل. لماذا؟ لأن فعلا الاستهلاكات المغاربة تنوعت ويقبلون على منتوجات أخرى، بالإضافة لأن الإمكانيات اللي كيتحاد التصدير، فكانت هناك السياسة ديال التنويع الزراعي او التنويع الفلاحي، وهذا التنويع جاء على حساب الحبوب. المشكل ديال الحبوب على انها من غير الخبز، مجموعه من السلاسل الغذائيه الاخرى كتعتمد عليها، والمغرب يعني الثقافه الغذائيه ديالو كتعتمد على الحبوب بشكل كثير. فهذه المساله انا كنعتقد على ان جاء الوقت على ان يعني الدوله مشات بالاضافه للتنويع الفلاحي او التنويع الزراعي، مشات في السياسه ديال التحرير ديال القطاع الفلاحي، اي ان التحكم ديال الدوله في الفلاحه والتخطيط والتخطيط المسبق، واجبار في بعض الاحيان، اجبار ماشي اجبار ديالهم ولكن المواكبه ديالهم، باش انهم يفلحوا الحبوب واحد بالمصاحبه ديال الدوله. هذه اليد ديال الدوله على القطاع الفلاحي تراجعت، وبالتالي في اطار السياسه ديال التحرير وان كل فلاح من حقه يزرع هذا غير مرتبط بالقطاع الفلاحي فقط، الاقتصاد المغربي نعم هو اقتصاد لا هي مفتوح ليبرالي. فعلا عندك حق، هي لا ريغولاسيون دو ليتا، يعني مستوى تدخل الدوله في سواء في الاقتصاد او في الفلاحه او في الاعلام او في تحرير القطاعات، لا ريغولاسيون دو ليتا. حنا شفنا لان مثلا في الاقتصاد في ملي جات الازمه كورونا، تدخل الدوله في الاقتصاد اصبح يعني يفرض ذاته في الفلاحة. نعم، دعنا نركز فقط على نقطة أساسية، حينما ينخفض إنتاج الحبوب كيف ينعكس ذلك على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي؟ هل دائما القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ترتهن أساسا بالحبوب، أم أنها ترتهن أيضا بقطاعات أو بسلاسل أخرى خارج الحبوب؟ هو الحبوب معروف لان في حد ذاته القيمه المضافه ديالو قليله مقارنه مع المزروعات اللي القيمه المضافه ديالهم اكثر، وبالتالي في التصدير يمكن تكون عندهم قيمه، او في الاسواق في الكوميرسياليزاج يمكن تكون عنده قيمه اكبر. معروف، ولكن الحبوب يمكن تثمينه ويمكن يعني رفع من القيمه ديالو لو انه دخل في لاغرو اليمونتيغ، يعني الصناعات الغذائيه، ميدان القطاع الاول للقطاع الثاني، وهنا كتكمل القيمه المضافه الاكثر. يعني ان وهنا يعني التكامل بين القطاع الاول والثاني، بين الصناعه والفلاحه. لو ان الفلاحه كتحتاج، عفوا الصناعه كتحتاج لقطاع اول قوي لانه غيمد بالمواد الاوليه، والقطاع الاول اللي هو القطاع الفلاحي كيحتاج صناعه قويه اللي يمكن له عن طريقها يتمن ويرفع من القيمه المضافه ديال المواد الاوليه ديالو. طيب، فهنا يمكن الرفع من القيمه المضافه عن طريق يعني طريق تثمينها بالصناعه، والصناعه خاصه لاغرو اليمونتيغ. كنتكلموا مثلا على لي بيسكوي، نتكلموا مثلا على المواد يعني اللي الباتيسخي الى اخره، او الحبوب المصنعه والمحوله ايضا. نعم تماما.